الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيلقي كلمة النهاردة في الاحتفال العاشر بيوم الغذاء الإفريقي واللي بتستضيفه مصر لأول مرة في إطار رئاستها للاتحاد الإفريقي. المؤتمر بيناقش حل مشاكل الغذاء بإفريقيا باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة، وده بحضور وزراء الزراعة وخبراء الغذاء في 55 دولة إفريقية. في احتفالية كبرى بيوم الغذاء الإفريقي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 55 دولة إفريقية على رأسها مصر، انطلقت جلسات المؤتمر بإلقاء الضوء على مشاكل الغذاء والفقر في إفريقيا. احتفالية النهاردة بتتميز بأنه بنعقد جلسات نقاشية للتحاور ما بين الخبراء سواء من المنظمات الدولية أو من الاتحاد الإفريقي على مستوى الدول الإفريقية من أجل تقديم توصيات فنية تساعد الحكومات الإفريقية على تنفيذ برامج التنمية في مجال الإنتاج الزراعي، تطوير سلاسل القيمة المضافة، تدعيم ريادة الأعمال في المناطق الريفية عشان نقدر نوفر فرص عمل تحد من الهجرة من الريف للمدن. يهدف المؤتمر إلى التباحث حول إيجاد سبل للقضاء على الجوع في القارة الإفريقية من خلال الاستفادة من التقنيات الزراعية الجديدة لتحسين النظم الغذائية. هذه فرصة لتواجد الأشقاء الأفارقة لمحاولة أن نتناقش والتباحث في لمواجهة المشاكل اللي بتواجهها القارة الإفريقية. زي ما من شوية قلت في الجلسة الافتتاحية أن احنا خلال الفترة القادمة إذا لم نعمل معا الحقيقة هيكون في مواجهة كبيرة جدا ومشاكل كبيرة جدا خاصة بالفقر والجوع في القارة الإفريقية. احنا لينا دور تنموي في أفريقيا، فده الدور دوت بنكمله من خلال تدريب المبعوثين من أفريقيا. وزارة الخارجية بترشح الأفارقة المبعوثين الأفارقة من دول أفريقيا المختلفة إن هم ييجوا المركز، بيقوم بتدريبهم وتعرفهم على مصر، على المستوى اللي وصلت ليه مصر في الزراعة، المستوى المتقدم اللي وصلت ليه مصر في الزراعة. لا شك أن تكاتف القوى نحو القضاء على الجوع في القارة الإفريقية يعزز خطة 2030 ويساعد على زيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة.